أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم على تون الجبل، مقبرة بيتوزايرس. وقبل ما نتكلم على تون الجبل أو المقبرة نفسها، لازم نقول إن مقبرة بيتوزايرس تعتبر من أجمل المقابر اللي نقدر نشوفها في منطقة تون الجبل. تون الجبل طبعا تقريبا 300 كيلومتر جنوب من القاهرة، وتعتبر طبعا محافظة المنيا حاليا، وكانت بتعرف قديما باسم هيرموبوليس ماجنا، مدينة الإله هيرمس الممتزج، الإله اليوناني الذي امتزج مع الإله المصري تحت، وهو إله الحكمة والمعرفة المصري، ويعتبر المعبود الرئيسي في المكان. وبرضو كانت بتعرف الأشمونين باسم الأشمونين نسبة للكلمة المصرية القديمة اللي هي خمنو، أي السمون. سمون الأشمونيين طبعا يعتبر من أشهر نظريات الخلق وأكثر نظريات الخلق اللي استمرت سواء في عصر الأسرات أو في الفترة اليونانية الرومانية. We will talk today about the Tomb of Jabal or the Tomb of Osiris. Before talking about this magnificent tomb, we should mention that the tomb is located in Tomb of Jabal, which is about 300 kilometers south of Cairo, and it's located now in El Ashmounin. In Minya Governorate, El Ashmounin is the Arabic word or the Arabic change of an ancient Egyptian word which means Khemenu. Khemenu means the Odoad, referring to the Odoad of Hermopolis, one of the most well-known creation myths in ancient Egypt. In the Greek times, this city was called Hermopolis Magna, meaning the city of god Hermes. Hermes was the Greek god, one of the Olympian deities, and he was assimilated with the Egyptian god Thoth. And as we know that god Thoth was the god of knowledge, god of medicine in ancient Egypt. دي كانت مقدمة كده بسيطة عن المدينة. طيب لو اتكلمنا على المقبرة نفسها، صاحب المقبرة الحقيقة كان يعتبر وفقا الانسكريبشنز او النصوص اللي احنا لقيناها في المقبره، كان يعتبر كبير كهنه الاله تحت، وكان بيشغل منصب كبير، وكان ليه اقطاعات من الاراضي او مساحات كبيره من الاراضي يمتلكها. من الواضح ان هو كان يعني شخص نقدر نقول عليه برستيجس، او يعني كان ليه شنه ورنه كده زي ما بنقول بالمصري. وميزه هذه المقبره، أول حاجة في بنائها إن هي بتاخد شكل البروناموس، وشكل البروناموس زي ما احنا شايفين كده قدامكم هو شكل ظهر فيك حتى في بعض المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني زي معبد إسنا ومعبد دندرة. دي حاجة. تاني حاجة طبعا في الزخرفة، لأن الزخرفة تعتبر في مقبرة بيتوزايرس من الزخارف المميزة جدا. So the tomb of Betozairus, as we said, the tomb of Betozairus and the tomb of Patikam were the most ancient tombs in this necropolis. يعتبروا أقدم مقابر هذا المكان يعني. Both of them date back to about 300 BC. They were shortly built after the arrival of Alexander the Great. يعني يعتبروا بنيوا في الفترة اللي بعد دخول الإسكندر مباشرة لمصر. The tomb dates back to 300 BC, as we said. It's located about 200 meters to the 1000 area of the temple of Thoth. يعني اللي بيزور المكان هيلاقي ان معبد الاله تحط هيبقى دايما موجود على ايده اليمين، وانت داخل كده المعبد هتلاقي المعبد بتاع الاله تحط على ايدك اليمين. المكان برضو بيحوي سراديب لجبانات او جبانه للايبس والبابون، ووتر ويل اللي هي ساقية، ومجموعة من المقابر اللي خدت شكل منازل، وده يعتبر شكل يعني مميز جدا في المقابر. As we said also that the owner of the tomb Betozairus is a high priest of the temple of Thoth. يعتبر كبير كهنة الإله تحوت in the Ashmonean during the Persian period and when the Greek culture began to spread in Egypt on a large scale. يعني إيه on a large scale؟ يعني على مسافة أو على مساحة كبيرة جدا. أدي أهوت التومب بتاع بيتوزايرس زي ما احنا شايفينها، وزي ما قلنا the tomb was also discovered in 1990. It begins with an altar. This is the altar of the tomb of بيتوزايرس.
It's a very remarkable one. It takes the shape of a cuboid, adorned in the three, the four corners with shapes of pyramids, shape of a pyramid shaped, a top shaped, sharp shaped pieces. And this is a very unique type of altars. الحقيقة إحنا المنظر دوت يعتبر من المذابح المميزة جدا اللي كان بيقام عليها الطقوس المختلفة. ودوت قدام المقبرة بالظبط اللي بتاخد شكل البروناموس زي ما احنا قلنا. المقبرة بتتكون من جزئين رئيسيين. ادي المقبرة، احنا كده خلاص داخلين على المقبرة نفسها. The entrance of the tomb is covered with hieroglyphic inscription. هنلاقي فيها بعض النصوص المختلفة ومناظر للتقدمة، وهي مناظر مصرية تماما. شايفين كده معايا، كل على الجانبين في عمودين وبيصل ما بينهم حوائط ستائر اللي هي دي. وطبعا حوائط الستائر تعتبر من الملامح اللي ظهرت لنا في مصر، سواء في المقابر وخصوصا في المعابد. هي بتصل ما بين عمودين لغاية نص تقريبا، وبيزين حوائط السوائر دي مجموعة من الزخارف. شايفين معايا؟ يبقى so we have here the pronaos or the facade, the external facade of the pronaos or the tomb of Pitosiris. And we can find here Pitosiris is adoring or presenting offerings. شايفين هو بيعمل ايه؟ presenting offerings to the different deities. You can find here the carving. Okay, and the lateral sides, يعني الجوانب, they are divided into more than one register in which the offering scenes are repeated. شايفينها؟ طبعا الجزء اللي فوق دوت للأسف يعني يعتبر الزخارف بتاعته يعني ايه وقعت طبعا بفعل عوامل الجو والتعرية وهكذا. Here we can find Pitosiris is presenting offering to God Thoth on the right side and in the left side. The traces of colors are clearly visible. وعندنا الأجزاء اللي تحت شايفينها بتمثل الآلهة اللي احنا بنقول عليها آلهة الخصوبة، خلاص، أو آلهة النيل، أو أشكال النيل المختلفة. هم أكتر واحد درسهم واحد اسمه جون بينز، وسماهم باسم الفيسيدينيتي فيجرز أو آلهة الخصوبة. و they are offering different type of offerings to the deities، وعادة بيبقوا موجودين in the form of a procession especially on the lower registers of the temples. وآدي أهوت بيتوزايرس he is presenting offerings to God Thoth. طبعا هنا الإله تحط بيظهر as an ibis-headed man as an ab-headed man، بعتذر. الحقيقة الإله تحط كان ليه شكلين حيوانين مقدسين له، هو طائر الايبس اللي هو والبابون، القرد البابون، وهو يعتبر أحد فصائل القرد الإفريقي. وكان الإله تحط يا إما بيظهر بإنسان برأس البابون أو إنسان برأس الايبس. طبعا شفنا مناظر طبعا بتحط كانت موجودة في نصوص كتير جدا، في مناظر دينية كتير جدا. هو هنا يعني جالس على العرش وبيقدم أو بيستقبل الـ offerings the different populations of from Pitosiris. وآدي the Nile gods or the Fisodinity figures they are presenting different offerings. دي الناحية التانية برضو. we have here two columns and they are connected with each other with the screen walls which is a very remarkable features in the Egyptian tombs and also in the temples in Egypt such as the Dendera and also the temple of Esna. The lateral sides here are divided into different registers forming Pitosiris or depicting Pitosiris who is presenting offerings here and this is the offering table. يعني يعتبر كده ايه حاجة مصرية بحتة، نبت حوت، نفتيس، جاد حورس. وطبعا ال central part usually adorned with a figure of Thoth، وده طبعا نتيجة منصب بتوزارس انه كان كبير كهنة الاله تحط. طبعا البروناموس هندخله دلوقتي، وهو مكرس للشعائر الجنائزية لبيتوزايرس وأبوه سيشو، والأولدر براذر بتاع بيتوزايرس اللي هو جد حوت
اف عنخ. خلاص ادينا داخلين اهو. البرونوموس طبعا معناها الحجرة الأمامية. خلاص وادي مناظر مصرية تماما، نبع عنخ اهي، نبع عنخ جد، تعتبر برضو من المناظر اللي دايما بنلاقيها. البرونوموس حقيقة فيه مناظر جميلة جدا بتجمع ما بين الشكل المصري التراديشنال، يعني زي مناظر الحصاد ومناظر مثلا عصر العنب ومناظر الوود ووركينج والكاربنتري وعمل الميتال وركرز، كل دوت موجود في البرونوموس بتاع بتاع بتوزايرس. لكن ملامح الرجال والسيدات المصورة هي أقرب لليونان والملامح أجنبية يعني مش مصرية، فعشان كده دايما بنقول بتوزايرس is an excellent example of the mixture between the Greek art and the Egyptian art traditional scene. Here we have this site. طبعا ال traces of colors واضحة جدا بتمثل. We have here different registers representing the woodworking. خلاص they are different carpenters making different pieces of fernery furniture and dairy like furniture and the traces of colors are clearly visible. بيعملوا هنا أشكال مختلفة من الأعمال الخشبية. تمام، ودي موجودة على النورث وول، احنا هنا كده في النورث وول. خلاص وأشكال اهوت الفين السنين الكندي لو حضراتكم كده شايفينه، اهوت مقدمة الأسد وبيصنعوه، وتعتبر حاجة عظيمة جدا. traces of blue and red colors is visible here. خلاص this is a depiction of the different workers اللي بنقدر لو بصينا كده هنلاقي المنظر مصري، لكن الملامح ما تعتبرش مصرية، لا هي تعتبر أقرب لليونان يعني. تمام، وعشان برضو نبقى عارفين على الحيطة اليمين ديت من فوق كده هنلاقي منظر مهم جدا بلبتوزايرس وأبوه وهما بيلعبوا لعبة السنت اللي هي كانت معروفة في عند المصري القديم، هنا فوق كده على اليمين والشمال. ادي المناظر اهي. ادي الأول طبعا حيطة، بقى بعد كده هتقابلنا واحنا داخلين على ايدينا اليمين. ادي مناظر للحصاد، وزي ما قلنا هي مناظر مصرية لكن بملامح يونانية. تمام، this is the eastern wall and we can find here that the upper register is a harvest scene. بيمثل مناظر الحصاد المختلفة، وال farmers they are depicted, some of them are represented wearing the virgin cap. شايفينه؟ and the lower central register showing linen harvest. خلاص and the lower register represents بقى طبعا بتوزايرس giving the orders to the oversee to direct the work. وهنشوفها كده مع بعض واحدة واحدة. إذا the eastern wall is divided into three main registers. The first and the second are representing harvest scene. We can find women, men and even children. They are depicted here making or doing the harvest of the different corn and the plants of Egypt. And the customs and the hats are not Egyptian, they are foreign. They are probably Greek and Persian. تمام؟ شايفين المناظر عاملة ازاي؟ واحد حاطط ايده كده فوق راسه كأنه مثلا ايه تعب من الحر او من الشمس او جاله كده صداع، حاجة يعني في منتهى الإبداع. واللور ريجستر بيمثل هو the representation of different cattles. خلاص وفي الآخر هيظهر بتوزايرس وهيظهر giving orders to the overseer، بيعطي بعض الأوامر لل overseer أهو. ووراه كده بنلاقي the tree of bunches of grapes are visible and corn is visible. يعني طبعا حاجة عظيمة جدا وجميلة جدا، منتهى الامتزاج ما بين المصري واليوناني. ادي different hieroglyphic sign. ال hieroglyphic هنا sign بتوضح the titles of Pitozyrus and his work, his opposites, he and his father, Sesho and his brother. تمام، ديت ال southern side أو ال southern wall. خلاص وانت داخل على ايدك الايه اليمين بتلاقيها.
شايفينها طبعا ملامح او بقايا الالوان ما زالت موجودة ومصورة، سواء بقى لبتوزايرس وسيشو خلاص، and the brother also of بتوزايرس is depicted. تمام، شايفين هنا بقايا الالوان عاملة ازاي. وادي مناظر برضو لبعض الاشجار والناس اهوت، they are carrying the different types of animals. And the offering bearers are depicted here holding the vessels, holding plants. شايفينها لكن بملامح يوناني، ملامح فرن، دي مش الملامح المصري اللي احنا اتعودنا عليها. His father Sishu, Betuzayris himself, and the elder brother of Betuzayris he called Jet Tohut F. Anch. هم جالسين على العرش بيستقبلوا أولادهم. وآدي الحيطة الناحية التانية، أول ما بندخل على إيدينا الشمال we have the rest of the figures or the activities, the daily life activities of the workmen. Making different metal workers، يعني بيعملوا أشكال من المتل وبيصنعوا أشكال من المتل خلاص. أو blacksmith اللي هو الحدادة، أدي عمل المتلز المختلفة. والworkman طبعا حاجة في منتهى الإبداع، وشايفين الملامح أهي مش مصرية خالص، بتعبر عن الانتساب في هذه الفترة. و this is the western side، it's also divided into here two registers. And the third register is here above. خلاص، وهم بيعملوا أشكال أهو الحدادة وعمل الأواني المختلفة. واحد أهو بيعمل ريتون، وده أحد أشكال الأواني اليونانية اللي ظهرت في مصر في العصر الروماني. آدي بقية المناظر بتاعت الحياة اليومية، بتمثل أشكال الكاتلز المختلفة أو أشكال الماشية أو المواشي المختلفة. ودي برضو تعتبر من المناظر اللي فيها إبداع عالي جدا وأشكال عظيمة يعني جدا، لأن احنا هنشوف مدى التنوع فيها. دي الويسترن وول طبعا. We have here the people who are directing the different types of cattle and cows. With the small cows here. تمام، ودي اهي كاتل في عملية الولادة. اوكي، اللي هو الريجستر بقى هو الحكاية، لان هو بيمثل منظر عمل النبيذ من اوله لاخره، من اول قطف العنب من على الاشجار. ادي هما هنا بيحملوا العنب او النبيذ في الانفرة، الانفرات اللي كانت بتستخدم في حفظ النبيذ. وادي المعصرة was number of steps، وآدي الشجرة نفسها بتاعت العنب، وهي الناس بتقطف العنب منها استعدادا لعصرها. This is a very unique scene representing completely the complete process of making wine from picking the grapes then pressing them in this place and after that collecting the wine inside the amphora. دي بقية الحيطة اللي بتواجهنا واحنا داخلين على ايدينا اليمين، فيها برضو مناظر للأوفرينجز and the paying homage to Betuzayris, Sishu, his wife and also the elder brother of Betuzayris. في اللور ريجستر عندنا الحقيقة منظر عجيب جدا، اللي هو منظر crowning the bull، ان هو بحط تاج خلاص على البول بعد ما عملت ذبح بديه. فده يعتبر برضو منظر من المناظر الفريدة اللي فيه يعني ايه شغل كتير جدا. طبعا احنا بعد كده هندخل بعد كده على الناموس، ويقال ان دوت حفيد سيشو، يعني في بعض التفسيرات ليه ان هو يعني according to the inscriptions بيقول ان هو خرج من حقول، ان هو ما لقاش النعيم اللي كان جدوده بيتكلموا عليه، يعني في يعني بعض التفسيرات لهذه الانسكريبشنز. تمام،
تمام. وبعد كده هنبدأ ندخل في الناموس which was the main burial chamber or it gives access to the main burial chamber through a shaft and in this we can find a purely more religious scenes بتغلب عليها الطابع الديني والجنسي في هذه المناظر وهنشوفها كده مع بعض أول ما ندخل. أدي أهوة الشافت اللي بيؤدي للمقبرة وعندنا four pillars in the central part. هنبدأ ناخد المناظر كده واحدة واحدة نشوف إيه المناظر اللي عندنا. أدي منظر مثلا الإله هانوت أهي وهي واقفة عند السيكامور تري. طبعا الإله هانوت هي إلهة السماء الرئيسية وكانت شجرة الجميز هي أحد الأشجار المقدسة ليها بالإضافة طبعا لحتحور برضو كانت ليها كده يعني كان ليها برضو أشجار ورموز مقدسة. لكن الإله هانوت زي ما احنا كلنا عارفين يا إما كانت بتظهر في شكل سيدة أو في شكل البقرة السماوية وعادة بيزين جسدها الشكل النجوم المختلفة. وهنا هي بتصب المياه مياه النيل من خلال الحسفيز اللي هي تعتبر أحد الأواني المصرية الطراز وظهرت كتير جدا. نوت هنا بتصب المياه لتو كابس واحد في إيد سيشو ذا بيتوزيروس أند ذا ماذر أوف بيتوزيروس لوالد بيتوزيروس ووالدته. بالنسبة لللور ريجستر فبيظهر فيها هنا بيتوزيروس وهو بيقدم الهومج أو بيعبر عن امتنانه واحترامه لأبيه سشو ودوت. احنا في هنا النورثن وول اللي هي الحيطة اللي على ايدنا الشمال أول ما بندخل الناموس. وطبعا هنا representing the different shapes of the marshes of the delta أشكال اللوتس والبردي موجودة مع بعض أشكال الكتل بيعبر عن البيئة المصرية. Here we can find the northern wall from inside is divided into three registers. The first one, goddess Nut. تعالوا كده نجيبها تاني واحدة واحدة. The first one is goddess Nut. She is pouring the water from the Hes face to the father of Pituzyrus Sishu and his mother. And after that, Pituzyrus is paying homage to Sishu. And finally, the marshlands. The marshes of the delta representing the lotus, the papyri, and also different types of animals and birds. طيب ادي الحيطة اللي بعد كده. We have here offering bearers. Okay. طبعا ده يعتبر تقليد مصري تماما. They are يعني paying homage and they are making offerings and holding the offerings to Pituzyrus and Sishu. This is also the funerary procession. ودي تعتبر وادي هي تمائدة القرابين وهو بيصب المية من الحسفيز خلاص. وادي ال four sons of Horus happy emesti دواموت افق بحسنو اف اوكي. وبعد كده في الاخر خالص شايفين هما بيقدموا القرابين ادي هي جزء من فخذ الحيوان. وفي النهاية وهو بيتعمل له بقى ايه ال funerary procession بتاعته اللي هو very important type of rituals which is called opening of the mouth وده بيتعمل for سشو. وشوفنا ال funerary procession بتاع السشو عاملة ازاي هنشوفها كده تاني برضو مع بعض. وادي التومب بتاعته taking the shape of a pyramid topped tomb شايفين. ادي منظر اهوت البريست وهو لابس الجلد of panther. ادي الفيونري procession the four sons of Horus the different offering bearers. نرجع تاني للحيطة اهي اول ما ندخل على ايدينا اليمين marshes of the delta the offering bearers تمام. خلينا نقف هنا شوية. ادي منظر الناموس sacred ناموس أو الفيونري procession بتاعة سشو in the middle register and the procession of offering bearers of سشو على الإيسترن وول. وعادة كان الكانوبي أو الشاست بيتحط على سلايد كده من غير عجل أول مرة يظهر عملية العجل لتسهيل عملية الإيه إن إحنا نجرها. So we have here the canopy or the chest the funerary procession placed on a wheeled slide
اوكي. وطبعا اللور ريجستر ده حكايه لوحده، they are offering bearers، وظهرنا فيه اشكال حيوانات مختلفه. ادي الفيونري بروسيشن بتاعته مستمره مع بعض الستاندردز بتاعه النومز اوف ايجيبت، اهي the bearers of the different nomes of Egypt بشكل مصري تماما. وادي الجزء اللي تحت دوت هو بيعبر عن ال offering bearers، وتعتبر الحقيقه مقبرة بتوزايرس one of the main sources for studying the different shapes of animals. يعني ظهر هنا مثلا في الحيطة دي منظر للفيل، مناظر للوز، مناظر لأشكال مختلفة من الحيوانات اللي كانت في البيئة المصرية. تمام، ادي الأوفرينج بيرز بشكل مصري تماما. ادي هم هنا بيقوموا بذبح العجل استعدادا لان هم بعد كده بيطلعوا اجزاء بقى من فخذة العجل دول يقدموها. يعني دي الحيطة اللي في وشنا على طول أول ما بندخل الناموس. والحقيقة إن الحيطة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ لأن هي بتمثل ارتباط أو مرتبطة كل المناظر بتاعتها بالعقيدة الأوزورية. تعالوا كده نشوف مع بعض. آدي شكل الأوزيرس بشكل بعران، وهو ملوى بتاج الأوزيري اللي هو تاج القطف between two feathers and two horns. دي كلها يعني الرموز المصرية، نب وجد وعنخ والحاجات اللي كانت دايما بتظهر. خلاص ده في اللور ريجستر. في الأبر ريجستر عندنا ايزيس ونتيس، نخبت ووجد. they are flanking with both sides the shape of Khepr or Osiris in the fusion of God Khepr and he is adorned here with the Atef crown which is the crown of Upper Egypt Hatred flanked by two feathers and two horns and topped here with the sun disk. ودي علامة الشن اللي هي representing the eternity in ancient Egypt، بتمثل الحياة واللانهائية في مصر القديمة. طبعا traces of colors are clearly visible. ما نقدرش يعني ما ننساش نقول ان نخبت and Wajit are the two goddesses of Upper and Lower Egypt. تمام، والجزء برضو اللي فوق هي عبارة عن مناظر للتقدمة. أوزايرس بيظهر أهو مرة أخرى معاه نبت حوت وأيزيس، حست أهي ونبت حوت إيزيس ونفتيس، the two protective goddesses of ancient Egypt and they are protecting their brother Osiris. He is here represented in the form of a mummified figure wearing the Atef crown and holding the scepter and flail. خلاص ده الخكرو فريز، وده بيظهر في بعض المعابد المصرية والمقابر. وطبعا الفريز اهوت عندنا كده فريز من الستارز المختلفة، حاجة يعني كلها مرتبطة بالعقيدة الأسرية بشكل كبير جدا جدا. عندنا برضو هنا أشكال مختلفة لبيتوزايرس وهو بيقدم الهومج، is paying homage. خلاص وهنشوف كده مع بعض المناظر ماشيه ازاي. خلاص he is offering and he is paying homage one مره للناين ابس، مره لاشكال مختلفه، هيئات بشريه مختلفه، مره لابوه يعني. وهنا برضو marshes of the delta. اوكي، هنا فعلى اول ما بندخل على ايدينا اليمين في الحته اللي في الوش هنلاقي he is here adorning different nine shapes of nine figures with different shapes، مرة with an ape head with a jackal head. الحقيقة ده منظر مختلف شوية ومهم. وعلى الحيطة التانية هنلاقي منظر بيتوزايرس adorning the nine apes، مناظر القرود التسعة. وهنبدأ بعد كده نشوف مناظر أدية الحيطة وإحنا داخلين على إيدنا اليمين. تمام، أدي المارشز أوف ذا دلتا. خلاص، وهنلاقي هنا مناظر بتمثل بعض الأجزاء من الشابتر 18 أوف ذا بوك أوف ذا ديد، وهي عادة بتمثل المتوفى بقيادة مجموعة من الآلهة قدام الإله أوزيرس. خلاص يعتبر شكل كده مختصر من محاكمة أوزيريس. و the four sacred bulls أحد الأشكال البولز المقدسة برضو ظاهرة. وبيظهر بتوزايرس وهو بيقدم التقدمة هو or adorning the ساعات الليل، أهي ساعات الليل والنهار برضو موجودة. يبقى احنا عندنا adoring the 12 cobras و illuminate the underworld
الـ12 كوبرا دول اللي يقال وفقا للنصوص ان هي بتنير العامل الاخر. برضو the deceased is adorning the spirits of the 12 hours when 9 abs كلهم في الريجستر اهو واحد. و in the other scene he is adorning the different number of deities. دي برضو حاجة هنشوفها كده مع بعض. ادي ال 12 hours of the day, the 9 abs here. خلاص طبعا الاب دوت رمز للإله تحت. هنا من المناظر المميزة في Central Register هنا إن المتوفى بيظهر مع مجموعة من الآلهة، اختلف العدد الآلهة من 1 لـ3، وفي بعض الأحيان في بعض السينز هنا في Central Register هنلاقي 4. أوكي أدي هنا 2 مثلا. أوكي إذن هنا شوية مش محافظ على السيمترية المعهودة. أدي 3 يعني 3 آلهة جنب 2 من الآلهة دول، حتى 4 أهو كمان. خلاص جاكل هاد جاد أوزايرس جاد إيزيس جاد نبتحوت، كل دول ظهروا في السنترال ريجستر شايفينه، وهو هنا بيقدم القرابين المختلفة أو بينج هومج. أدي الإلهة ست أست جاد حورس. خلاص مجموعة من 4 آلهة. So the number of the deities here varied from 1, 2, 3, or even 4. اوكي وكلها مناظر مستوحاه from the other life، وزي ما قلنا الابر ريجستر بقى هو اللي مستوحى from the book of the spell 18 or the chapter 18 from the book of the dead، اللي هو adorning the 9 abs, the 12 hours of the day and also the 12 cobras who illuminate the other world. اللور ريجستر بقى حاجه عظيمه جدا وحكايه جدا لوحده. they are representing the offering bearers بس we can find here the Greek effect obvious. ماشي ادي شخص كده بيداعب الكتل اللي هو حاططها. ادي سيدة is holding the rhyton، شايفين الريتون اهو. خلاص and different types of vessel، وطبعا الريتون معروف ان هو حاجة يعني مش مصرية خالصة، يعني اشكال الكتل المختلفة different types of cakes and different types of offering the lotus the plants. حتى الضحكة اللي شايفينها على وش العجل الصغير حاجة كده في منتهى الجمال، يعني إذن هو ما بيصورش الحاجة بشكل جامد لا خالص. سيدة بتداعب طفلها والأطفال الصغيرين أهو. دي منظر برضو الكاتل. أوكي طبعا كل دوت كان نتخيل مع بعض إن هو كان ملون. أدي أشكال different vessels the boxes، ودايما كان بيقطع الفنان كان بيقطع شوية السيمترية كل مرة ان هو بيخلي فيه واحدة كده كل المناظر زي المصري كده tradition ان هما كانوا بيتصوروا in profile، لكن في بعض كل كده register بنلاقي واحدة كده in face بنظام المواجهة وكأنها بتقطع شوية قصة السيمترية. ده يدل على شيء بقى هيدل ان احنا خرجنا بره السيمترية المعهودة في الفن المصري وبقت اصبحت اكثر تحررا. حتى لو بنستخدم او بنعمل فن مصري او مناظر مصرية لكن بتصور بشكل كده فيها تحرر. It's obvious برضو that the four pillars in the central part of the ناموس they are divided into different registers representing the deceased and his family adoring the different deities and also hieroglyphic inscriptions representing different religious spells. خلاص هنلاقي البيلرز هنا فيها مناظر للتقدمة والتبجيل، وده الشافت this is the shaft leading to the main burial place، ده بيؤدي لمنطقة الدفن الرئيسية. تمام ندخل كده وبنلاقي اهو شافت بيؤدي لمنطقة الدفن الرأسية. خلصت جولتنا في مقبرة بيتوزايرس، أحد أجمل المقابر اللي إحنا نقدر نشوفها، وإن شاء الله نشوف أماكن تانية في منطقة المنيا.